ودي روح 25 و28 هنا في الميلان النهارده، ويعني مفيش اي حاجه ممكن نطلبها غير ان الناس دي تمشي اللي بتحكمنا دي وتحل عننا بقى، عشان خاطر كفايه بقى قتل في الناس وكفايه قتل في الشباب. ومش عارفه يعني الناس دي مصريه دي اللي بتتفرج على نفسها كده في المشاهدات وتشوف نفسها وهي بتقتل وهي بتجر جثث وترمي في الزباله والحاجات دي، واللي يضرب يعني دول لما بيتفرجوا على نفسهم وعلى اولادهم بيقولوا عليهم ايه بالظبط؟ هل دول مصريين؟ هل دول مؤمنين حتى؟ دول كفره ما بيعرفوش ربنا ولا بيعرفوا وطن ولا يعرفوا مصر عشان يموتوا شباب الثورة، ها، ويقبضوا على شباب الثورة تاني من أول جديد. اللي حصل ده معرفش التمثيلية غرضها إيه بصراحة، أنا مش عارفة من بداية من ضرب المصابين، يعني المصابين اللي كانوا زعلانين إنهم 70 مصاب دلوقتي بقوا فوق الألفين ولا أكتر، فيعني 3000 مصاب. يعني أنا مش فاهمة الناس دي قاعدة ليه بتحكمنا ليه؟ إدارة فاشلة، حكومة فاشلة، مجلس عسكري فاشل، بقالنا 10 أشهر الناس مش لاقية تاكل، الناس مش لاقية أمن في البلد، مش لاقية حاجة خالص، وبيتهموها في شوية الثوار الجمال اللي هم أنظف حاجة في مصر. اللي موجود هنا الثوار الحقيقيين بقى اللي قاموا بالثورة، مش اللي حاولوا يسرقوها أو يركبوا عليها، لا، اللي موجود هنا الثوار الحقيقيين. وفي بعض الزعماء اللي بيدعوا بعض إن هم زعماء جم هنا، هو مش هقول اساميهم بس هم عارفين نفسهم كويس. العيال طردوهم، الاطفال طردوهم، الناس طردتهم لاننا رافضينهم، رافضين المزايده. احنا قاعدين هنا هو عشان نحمي الشباب اللي موجودين. لو حضرتك دخلت جوه هتلاقي كل شاب كاتب نمر التليفون اهله على ايده عشان لو مات يتصلوا باهله. عايزين ايه اكتر من كده؟ عمالين يقولوا اجندات وعمالين يقولوا مغيبين وعمالين يقولوا كلام يعني مش عارفه اوصفه بايه ولا اقول عليه ايه. احنا هنا هوت قاعدين لحد ما تنجح ثورتنا، لحد ما يحصل ما عايزين بقى، خلاص مجلس رئاسي انتقالي هو اللي يقود المرحله الجايه والاعتراف بالثوره. الناس دي كانت الفترة اللي فاتت دي كلها بتموت الثورة، كانت بتقضي على الثورة لمصلحتها. أنا بقول لك مبارك نفسه لسه ما رحلش. إحنا هنا هو قاعدين بنهتف بنقول ارحل يا مبارك. مبارك لسه عايش وهو اللي بيحكمنا، هو ونظامه العميل. إحنا قاعدين بنحمي أطفالنا، قاعدين بنحمي أولادنا اللي بتموت. إمبارح كان في مجزرة حصلت، انا بسميها مجزره زي اللي بتحصل في سوريا. ما حدش يجي يقول لي تاني ان احنا مش زي سوريا، لا، انت زي سوريا لانك عملت امبارح مجزره. 35 واحد لحد دلوقتي في المشرحه، في ناس فقدت عينها في 28 يناير ضربوا لهم عينهم الثانيه، يعني خلصوا على عينهم الثانيه، مرميين في المستشفيات، ضربوا المصابين، زودوا عدد المصابين. فشكرا، احنا قاعدين هنا هوت لحد ما يحصل حكومة انتقالية بحقه حقيقي. احنا رافضين كل اللي بيحكمونا دلوقتي. ايه الوضع جوه؟ لا، الدنيا خربانة، بيعملوا قنابل جديدة، يعني قنابل جديدة مختلفة شوية، بيقولوا بتبوظ العين. لا، مش مثيرة للدموع، دي حاجة اقوى من كده. واضح ان هم بداوا يتعلموا ان المصريين ما بيحوقش فيهم حاجه، بعدين برضو الولاد هناك ما بيحوقش فيهم حاجه، بيبدلوا ورا بعض، عاملين زي الموب كده. في الدنيا لطيفه يعني، بس ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هم مش هيهدوا واحنا مش هنهدى. الحكومه المضاده دي، الثوره المضاده اللي قائدها حسين طنطاوي. بقى لنا 3 أيام بننزل جوه، الناس بتموت وقله اداب، ما ينفعش الكلام ده. العساكر يشتغلوا عساكر بس، ما يشتغلوش علينا بلطجية. الشعب بيقدم البلطجية بقوة وهيتقدموا، لأنه ما ينفعش عشان مفتاح الخزنة يقتلوا ناس ومش عارف ايه. احنا في دولة مدنية، هتظل مدنية وهيحكمها المدنية وهيحكمها العدل، أساس الملك. القضاء أنا بوجه لهم رسالة، عيب اللي أنتوا بتعملوه ده، أنتوا المفروض تبقوا المصد الأول وتبقوا أول ناس في ميدان التحرير، ولكن القضاء في مصر لابد من تطهيره. يا جماعة بجد يعني أنا مش مصدقة إن إحنا بتتعاد تاني نفس الأحداث بتاعت 25 يناير، وتاني الناس قاعدة مش فاهمة حاجة في البيوت،
بجد عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض. في الاول لما الثوره نجحت قلتوا الله والشباب كان عندهم حق ورجعتوا في كلامكم، ودلوقتي بتعيدوا تاني والشباب دول بايظين. والشباب دول كفايه بقى اللي عدى 50 سنه كفايه عليه كده، نبص بقى اللي طالعين. يعني انا عندي 25 سنه خلاص، يعني فاضل كام سنه في العمر، فاضل فيه قد ايه عشان بقى نعيش تاني في نفس الاحداث؟ ويا حاج طنطاوي دي ثالث مره بقولها لك، كفايه عليك كده، حرام عليك، حرام في ربنا. وانتم عايشين فين انتم؟ اللي يسكت عرو خيانه، اللي يسكت عرو خيانه. عسكر 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 ليه؟ عسكر 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 ليه؟ حكم العسكر عسكر ليه؟ حكم العسكر عسكر ليه؟ يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت المخلوع، يسكت يسكت المخلوع. يا طنطاوي قول لعنان، يا طنطاوي قول لعنان. الثوره لسه في الميدان، الثوره لسه في الميدان. الثوار في الميدان، الثوار في الميدان. مش هنمشي من الميدان، مش هنمشي من الميدان. مش هنمشي، مش هنمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي. انا عايز اقول بقى لاصحاب الائتلافات والاحزاب، كفايه وعيب كده، عشان احنا لسه اصلا الثوره ولا خلصت ولا احنا عارفين احنا رايحين فين، وانتوا قاعدين بتفكروا في احزاب وانتخابات. طول ما انا ماشيه وهلاقي يافطه بتاعت اي منتخب في الشارع هطلع زي الطفله هشيلها له. عيب وكفايه احزاب، احنا لسه التورتايه يعني ايه يعني؟ بجد عيب بقى، كفايه احزاب وائتلافات، نحل المشكله وبعدين نبص مين هينتخب مين، وكل واحد يدي صوته لنفسه. مهما قلت ومهما اتكلمت مش هقدر انقل الواقع الحقيقي الموجود في التحرير. الصوره اللي واصله للناس في البيوت دي صوره غير حقيقيه بالمره. تلفزيون مصر العظيم بيطبق نفس السياسه اللي كان عليها قبل كده وما فيش اي تغيير. صوره النيل العظيم الجميله، الهدوء وعدد الجنود اللي بيموتوا، واكتر يعني انا ما اعتقدش انه في ولا جندي مات، كل اللي ماتوا ناس مدنيين مصريين حقيقيين نازلين من بيوتهم عايزين يحققوا العداله ويحققوا الحريه للشباب الجديد او للجيل الجديد. عايزه اقول لكم انا قدامي مات ناس كتير جدا، وعايزه اقول لكم ان احنا مش بلطجيه، لا معانا عصي ولا معانا ولا بنحدف بالطوب. احنا اتهرينا من امبارح قنابل مسيله للدموع ومولوتوف ومطاطي، وشبابنا عمالين يقعوا واحد ورا الثاني. وعايزه اقول ان احنا برضو صامدين، احنا برضو صامدين وما احناش ماشيين، هم يمشوا مش هنمشي. 22 واحد اللي استشهدوا من امبارح للنهارده، لغاية الظهر كانوا 22، بعد ال 22 اللي ماتوا دول السيد المشير العظيم أخذ قرار بقانون تفعيل قانون العزل السياسي. ده طب ده أنت أخذت تفعيل القانون ده أو فعلت القانون ده بعد موت 22 واحد؟ طب أنت مستني كام واحد يموتوا؟ القانون ده أضعف وأفقر بكتير وأقل بكتير وأرخص بكتير من أرواح شبابنا اللي راحوا. هو خايف عشان أقل بكتير قوي، يعني أنت مستني إيه تاني؟ يعني مستني كام واحد يموتوا عشان تحقق مطالبنا؟ نفس السيناريو بيتعاد مرة تانية، نفس الأحداث بتحصل مرة تانية، اللي كانت بتعمله الداخلية في 28 يناير هو اللي بيحصل بقاله 3 أيام دلوقتي، إمبارح وأول والنهاردة، وكفاية كده بقى، كفاية بقى كده، عايزين ننضفها بقى. أنا بقول لبلدي حاجة واحدة، لما يبقى اللي حميكي هو أصلاً عدو ليكي، لما الخيانة في كل حتة والظلم لمنم كل حتة، يبقى أقول على كل حاجة في الدنيا دي يلا السلامة. لما كل حرامي يهرب، لما أمنك يبقى ضدك، لما يسعى في الخراب، يبقى أقول على كل حاجة في الدنيا دي يلا السلامة. شبابنا صامد من البداية، شبابنا تايه في النهاية، وولادنا هم الضحايا، بس كل شيء يهون قدام كلمة في العيون، هي كلمة يا حرة. كل شاب وكل راجل، كل واحدة وكل صامد، كل عيل في صباه يبقى واقف يحمي الديار، تبقى مصر لسه بخير. قوم يلا يا قوية، قوم يلا يا عفية، ده انت على مر الزمان قهرتي كل الحرامية. هكسوس قبدتيهم، انجليز قتلتيهم، ياقوت صهاينة بنار ولادك شويتيهم، تطار يا بلدي محيتيهم. يبقى يقف قصادك وانت واقفة في صمودك، وانت لسه في سباكي، وانت صامدة يا صبية، وانت صامدة يا مصر. يا سيادة المشير حضرتك، هنقول على عيننا على راسنا عشان راجل كبير، بس دلوقتي اللي يمشي 21 سنه يخون في بلده وماشي مع مبارك ومع اتباعه، هيجي دلوقتي اللي بيخون في بلده 21 سنه هيخاف عليها دلوقتي؟ هيحميها؟ صدقناك وقلنا هتحميها. بتتدخل في السياسه بتاعتنا ليه؟ ما تدخلش في سياستنا. تصور انسان لسه ما قامتش، لسه ما شفتوش الغضب بتاع الشعب، الشعب لسه ما قامش بالغضب بتاعه. وبعدين الاحزاب بتاعت المصالح الشخصيه ديت، واللي يقول لك
اخواني وسلفي وربرالي وست قبيل، دول كلهم مصالح شخصيه، ما حدش بيخاف على البلد. مصر بالنسبه لنا دلوقتي حته لحمه الكل عمال ينهشيها، ما عريانه، ما حدش بيبص غير لمصالحه الشخصيه وبس. فاتقوا الله في البلد، اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في البلد. وبعدين احنا بلطجيه، احنا شكلنا بلطجيه قوي، احنا شكلنا بلطجيه اللي قاعدين في التحرير طالع عينيهم عشان خاطر بلدهم بقى بلطجيه. لما انتوا بقى تضربونا بالنار انتوا بقى ايه؟ ولما واحد يبقى ميت في الارض ويتهان وهو ميت ويتدب على وشه يبقى ميت، ده انتوا غلبتوا اليهود، اليهود ما بيعملوش زيكم. احنا مش هنقول غير حزبي الله ونعم الوكيل فيكم. يبدو ان ثوره 25 يناير قامت تاني بدليل اللي احنا شايفينه في ميدان التحرير. احنا نازلين مش عشان لا احنا ضد شرطه ولا احنا ضد حد، احنا نازلين عشان خاطر بنطالب بالحريه، مش عايزين حد يتحكم فينا. كفايه قوي حكم العسكر، كفايه اللي بيحصل في البلد، كفايه حكومه ضعيفه زي حكومه شرف، احنا مش عايزين بقى الضعف تاني. الشعب صحي من النوم ومش هينام تاني، وبنقولها للحكومه اصحوا يا حكومه لان احنا صحينا بدري قوي وانتوا صاحيين متاخر قوي. الشعب المصري ما بيقس، وهنفضل نكافح لاخر نقطه في دمنا. لو متنا كلنا شهداء يبقى احسن ما نعيش في البلد من غير كرامه. انا عاوز كل الشعب ينزل يشاركنا عشان استرداد كرامه الشعب المصري. ما ينفعش الشعب المصري تتهان كرامته بالطريقه دي، ترمي الانسان في صفيحه الزباله زي ما كلنا شاهدنا على الفضائيات. انا عاوز النهارده الشعب كله ينزل على استرداد كرامة الشعب المصري بعد ما شفت الأبطال بتوعنا في التحرير الذين نبتوا في ميدان التحرير. رسالة للعالم كله إن مصر لن تستطيع أي قوة أبداً، لا في الشرق ولا في الغرب، أن تأتي إلى أرض مصر أبداً. ستظل مصر هي مقبرة الغزاة ومقبرة الاستعمار مهما هددوننا، بعد أن رأينا هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وبحياتهم من أجل كرامة الشعب المصري ومن أجل تقرير المصير.